الفكره المولد النبوي الشريف كنحتفل بها كباقي العائلات. كاين بعض كاين اختلاف في بعض المدن، بعض المدن كيعتبروها ذكرى، وبالنسبه لنا حنا في الدار البيضاء واخا ذكرى كيحتفلوا بها كعيد. كيخص الملابس للدراري، كيخصك تهلا في الدراري، كيخصك تشري لهم داك الشيء اللي كيحتاجوا. وكنتمنوا عيد مبارك للجميع. بيان سور كنجمعوا توت لا فامي كتجمع. باقي اللباس التقليدي، باقي كلشي محافظين على التقاليد الحمد لله. كنبارك المبارك بهذه المناسبه بالصحه والراحه وطول العمر، الله يفك عنا هذا الوباء على خير. هو عيد نحتفلوا بمولده سيد الخلائق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كذاك النهار كنعمروه بالذكر والصلاه على النبي وبالافراح والحلويات بحال القاعده وصله الرحيم والعائله كتجمع. والاكثر الصلاه على النبي والذكر والاذكار. لا الحمد لله كاين اللي باقي الناس، ماشي كل شيء، ولكن البركه باقيه، باقي الناس اللي قابطين العوائد ديالنا وداك الشيء، وهذا الشيء الشباب الصغار وهذا شويه. لا ما الله يودي ولا بدا، ماشي غير الولاد الصغار، حتى العيالات اللي كنبغي نقول لهم يرجعوا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث: تركت لكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. شنو كتاب الله وسنه رسوله؟ الا قبضنا كتاب الله وسنه رسوله كونوا اسعد الخلق. وبما العرب فرطوا في الدين ديالهم وفرطوا في هذه المبادئ، احنا كنشوف شنو كيوقع. ولهذا كنتمنهم قبطوا في الدين ديالنا وفي القران وفي السنه النبويه. عيد المولد النبوي انا تنذكروا به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه اولا، وثانيا يعني التقاليد ديالنا ما خصناش نفرطوا فيها. اذا فرطنا في التقاليد ديالنا يعني بحال شي حاجه عامره وخويتها من الوسط، ما تيبقاش عندها اهميه. خصنا نحافظوا على التقاليد، ماشي غير في عيد المولد النبوي فقط، بجميع الحالات ديالنا. تنشوفوا حنا ولادنا نساو التقاليد ديالنا، ولاو وحده هما ولاو تيتكلموا بالفرنسيه، ما بقاش يتكلموا بالعربيه. حتى ذاك رمضان اللي كنا تنعيشوه لا هذا ما بقاش هكذا، ما بقاش يعني الروح الحلوه ما بقاش يعيشوها الدراري. نهار العيد معروف، انا تتنوض الصباح تدير مسمان، دير شويه ديال الحلوه وتجمع العائله وهكذا، تلبس تقليدي، تأدي الواجب في الجامع. انا ما بقاش عندي دراري صغار، ولكن اللي عنده صغار راه تيشري ضروري، تيقول لك هذا العيد راه ديال الدراري الصغار، نشريو لهم الحوايج ونكسيهم. هادشي تنعرفوا حنا ما الاول كان تيقولوا جدودنا. هو تنقول للمغاربه بالنسبه لعيد المولد النبوي ان الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباع السنه ديالو، يعني اللي قال لينا نديروه واللي ما قالش لينا نبعدوا منه. هذه هي الذكرى، ماشي غنحتفلوا بالحلوه وداك الشيء فقط، نحتفلوا به هو شخصيا، لان قال الرسول صلى الله عليه وسلم اش قال والذي نفسي بيده لن يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اذا هذا هو الهدف من 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 احياء الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحيوا انفسها من جديد ونعوضوها من جديد.